التشابه ببعض الصفات أو حتى الاهتمامات مع أشخاص آخرين ممكن يخلينا فعلا نعتقد أنه لازم نكون رفقة ونحن أصدقاء معهم، بس بالحقيقة مو مهم إذا كنا طبعا بنفس المدرسة سوا أو نحن عنا هاي الخلفية الاجتماعية نفسها أنه نحن نكون فعلا صداقة فعلية وحقيقية. ففي بعض العوامل والأهم هي اللي ممكن تحدد موضوع الصداقة، شو رأيك؟ 100% من أول حلقة متفق معك بهالموضوع، يعني إذا عم نلعب بالنادي سوا مو معناتها نحن رفقة، أو نحن مثلاً عم نشتغل بمؤسسة وحدة أو حتى عم ندرس على نفس المقعد. الصداقة أعمق من ذلك، لأنه بكتير أوقات الصداقات ممكن تضرنا أكثر ما تعطينا النفع بحياتنا، وبعض الأشخاص ما بيشعروا أنه هنن بعلاقة سامة تحت مسمى صداقة. لهيك بخبرية اليوم حابب خبركم عن 5 أسئلة عفواً، هاي عم نحكي عن الصداقة وريحة القلي من عند الشيف بشرة. المهم رح خبركم عن 5 أسئلة ضروري نسألها لأنفسنا لنعرف إذا الصديق اللي معنا هو صديق حقيقي ولا صديق سام. السؤال الأول، هل أنت تفعل كل شيء في هذه العلاقة؟ إذا كنت أنت دائماً يلي بتبادر بالحديث أو بتطلب اللقاء أو بتعمل كل شيء، أو أنت اللي بتبعت SMS المعايدة بكل مناسبة، أو أنت اللي بتطلب نزلة السوق بكل مرة وصديقك حاطك آخر اهتماماته، فأنت هيك تحولت من صديق حقيقي إلى صديق موظف عند هذا الشخص. السؤال الثاني، هل بتكون على طبيعتك مع صديقك؟ إذا شعرت بأنك مضطر تغير من حالك وتتصنع مفردات وكلمات وطباع وسلوكيات حتى ما تشعر بالخجل أمام هذا الصديق، فهذا دليل على ضرورة إيجادك لصديق جديد. السؤال الثالث، لازم تسأل نفسك دائماً، هل الشخص عم يمنعك من التطور على مدار السنوات؟ الصديق الحقيقي بيدفعك لتتعلم مهارة جديدة أو حتى تكون أفضل صحياً ونفسياً، فإذا كان عم يدفعك لممارسات سلبية مثلاً التدخين أو يقنعك بتسويف عملك، أو أنت بعد يومين عندك فحص بيقلك قوم ننزل نشوف الكلاسيكو، أو حتى الأمور كلها، فهذا الموضوع يعتبر إنذار حقيقي لازم تدير بالك عليه، لأنه هو لما عم يدفعك لتأذي نفسك صدقني بيكون هو عم يطور نفسه بالخفاء. السؤال الرابع والبديهي، هل الصداقة حقيقية أم مزيفة؟ بعض الأشخاص بيصادفوك ليستفيدوا منك بأمر معين ممكن تقدم لهم إياه، فهذا الموضوع رح يمنعك أنه تتطور، فهو بيعطيك كلام حلو بالبداية وبيبدي إعجابه بشخصيتك، لهذا السبب ممكن تنخدع وتنفذ له طلباته وبتكون وقعت بفخ الصديق المزيف. آخر سؤال، هل أنت قادر على الاعتماد على صديقك؟ جربوهم لهدول أصدقائكم أو اللي بتسمون أصدقائكم، حطوهم بالغربال. الأصدقاء الحقيقيين مفروض يتواجدوا معكم بالحزن قبل الفرح ويكونوا عندكم ثقة تامة إنهم رح يكونوا متواجدين معكم وهن سند لكم ويسمعوكم ويعطوكم من وقتهم رغم مشاغلهم الكبيرة. أما الأصدقاء يلي كل ما دقيت لهم بتقلهم والله كان بودي بس بقى، هاي كلمة بس بتحط عليها إشارات تعجب واستفهام إنه أنت ليش مسميك صديقي؟ تماماً.